ارحب 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 يا ابو عبد الله، يا مرحبا يا مرحبا عبد العزيز، يدلع ذا الحياه معك. ايوه طيب يا اخي، ما معي الا هذا اليوم. اقول انا في وقت يا رجال، انت طول حياتك راقد. تعال يا ابن الحلال، تعال. اي بس حق ساعتين شقه شديد الحياه. ما معي الا يوم الجمعه. طيب ساعتين ونرجع. طيب يا اخي كان ريحتني شوي. ساعتين ونرجع. ايش اللي ساعتين ذي؟ ساعتين ونرجع ما ادري عن ساعتين يا اخي، والله كان ودي ارتاح اني الاسبوع كامل في شقه وانا. ساعتين ونرجع شقه وانا. الواحد يفرح يوم الجمعه عشان ينام. ايه وانت تزعجنا. هيا الله اركب. والله الا استحم. يلا يلا. والله والله اصلا اخوتك هذه ما ادري كيف. ساعتين ونرجع بعد. اللي ما يدور على راحه خويه ما ادري كيف. ساعتين ونرجع رجال توكل على الله. يا رجال ما ندري عنك ايش بتسوي. ساعتين ونرجع. يا ابو عبد الله يا مرحبا. الحين بنرجع بعد ساعتين ورجعك البيت. تم يا اخي ايش ساعتين؟ لا ساعتين ساعتين. الساعتين ذي كان نمت فيها وارتحت. ساعتين ونرجع نتوكل على الله. يلا يا شباب. الله يحييكم يا شباب وصبحكم الله بالخير ويا مرحبا. بعد ما خرجت الرجال هذا من البيت وضمنت السلامه وصرنا في مكان بعيد، رحلتنا اليوم ان شاء الله تبدا من خميس مشيط، تتجه الى الفرشه، تتجه الى وادي لجب، تتجه الى جبال الحشر، إلى جبل طلان، إلى وادي دفا، وإلى جبال الحبس والدائر، إن شاء الله جبال فيفا. نقول الله حييكم ويا مرحبا وأهلا وسهلا خوينا وحبيبنا أبو عبد الله، زميل وخوي ورفيق وسمح جب. لا رفيق إن شاء الله. إيش وين تروح؟ وش الفرشة؟ الفرشة بام فرجك إن شاء الله، ما هو بالفراش، الفرشة ولا عمرك سمعت بها. عموما إن شاء الله يا شباب تبدأ رحلتنا إن شاء الله. راجع على والله ما ترجع يا شيخ، والله ما ترجع. هذا فطورنا يا إخواننا، والله يحييكم إن شاء الله. عساك لفطرت بس إن شاء الله ما تبدأ الرحلة الحين. أفطر يا أبو عبد الله، أفطر أفطر. ما تبغى تفطر؟ أردك ترقد؟ طيب يلا أبشر. بسم الله توكلنا على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الآن توكلنا على الله يا جماعة الخير، متجهين إلى سرات عبيدة، ومن ثم إن شاء الله نتجه إلى الفرشة وذيك الديار وإلى جازان بمشيئة الله. أدري والله أبو عبد الله، والله أنت شبعنا وإن شاء الله إلى مرمطك هذا اليومين بمشيئة الله. طبعا الرجال هذا يا جماعة الخير عنده حالة نفسية، ما يقول النوم هذا حياتي وراحتي وخلاص، فأموره إن شاء الله أنه على قولتهم وطاح في يدي هذا اليوم. بناخذها جولة نخلف ينام إلينا على بال ما نوصل الديار اللي احنا نبغاها في التمشية. والله يكتب لنا ولكم كل خير. وعبد الله وعبد الله وعبد الله الجن والعفاريت، يلا توكلنا على الله. هذه يا جماعة الخير السراة، سراة عبيدة، والآن احنا متجهين إلى طريقنا ومسارنا الصحيح إن شاء الله، وادي لجب وعلى الفرشة وعلى ذيك الديار إن شاء الله. أرضهم سهلة يا أبو عبد الله للبناء، أرضهم سهلة وحلوة والله. تجار بني بشر، ذول تجار كلهم ما شاء الله عليهم، ذول هم والغمد خلاص. البشر يقولون والله البشر، والله البشر بني بشر ما شاء الله عليهم. هذه يقول لك قرية درامة بني بشر، قرية درامة بني بشر، بيوت الطين هذه يا ابو عبد الله تدخلها في الصيف برود، وقت الشتاء دفا. هذه بناياتهم يعني. أيوة. اللي يسمونها الخلق. الله. كبيرة حلوة والله. اي والله. مع صوت النحل.
ايه اسحب حلال اسحب. عجيب طاريه.